مطلوب منا أن نثبت أنه إذا كان ملتقى الارتفاعات والنقطة المركزية لأي مثلث معطى هما نفس النقطة، فإن المثلث يكون متساوي الأضلاع. إذن لدي مثلث هنا، سوف نفرض أن ملتقى الارتفاعات والنقطة المركزية هما نفس النقطة، وفقط للمراجعة فمركز الارتفاعات هو النقطة التي تتقاطع عندها ارتفاعات المثلث الثلاثة، والنقطة المركزية هي نقطة تقاطع المتوسطات الثلاثة. سوف نفرض أن هذه الخطوط الثلاثة هنا هي ارتفاعات ومتوسطات، وأن هذه النقطة هنا هي النقطة المركزية وملتقى الارتفاعات. فإذا فرضنا أن هذه الخطوط ارتفاعات، فهذا يعني أن كل منها متعامد على الضلع المقابل، فهذه زاوية 90 درجة، كل من هاتان 90 درجة، كل من هاتان الزاويتان 90 درجة، وكل من هاتان الزاويتان 90 درجة. وحقيقة أنها نقطة مركزية يعني أن كل من هذه الخطوط ينصف الضلع المقابل إلى نصفين، فهذا يعني أن طول هذا يساوي طول هذا، أن هذا الطول، دعوني أستخدم لون آخر، هذا الطول يساوي هذا الطول، وأيضا هذا يعني أن طول هذا يساوي طول هذا. ربما تقول حسنا كل هؤلاء الخطوط إذن هم المنصفات العمودية للأضلاع، إذن هي ليست فقط النقطة المركزية وملتقى الارتفاعات، فهي أيضا المركز المحيطي لهذا المثلث هنا. لننسى ذلك الآن، فقد حددنا كل شيء نستطيع فرضه. هذه ملتقى الارتفاعات، رغم أن هناك أشياء أخرى وخصائص أخرى تتعلق بالنقطة المركزية نعرفها، ولكن الآن دعونا نثبت أن هذا يجب أن يكون مثلث متساوي الأضلاع. فربما أول شيء يمكن أن تراه، دعوني أضع بعض الرموز هنا حتى نستطيع الرجوع لها بطريقة أفضل، لنسميها A B C D و F، وتستطيع ترميز النقطة المركزية هنا G. في البداية لننظر إلى المثلث A F G، والمثلث هذه E والمثلث E F G، لنقارن المثلث A F المثلث A F G، لنقارنه مع المثلث E F G، المثلث E F G بالتأكيد لديهما ضلع، الضلع E F مطابق للضلع A F، فهما نفس الطول، ولدينا الزاوية E F G هي نفس الزاوية A F G، كلاهما 90 درجة، ومن الواضح أن كلاهما يتشاركان في الضلع F G، كلاهما يتشارك هذا الضلع هنا، بالتالي يوجد لديهما ضلع مطابق وزاوية متقابلة بينهما، وضلع آخر مطابق. إذن ضلع مطابق، زاوية مقابلة مطابقة، وضلع آخر مقابل ومطابق. إذن من خلال تطابق ضلعين وزاوية، هذان المثلثان سوف يكونان متطابقان من خلال تطابق ضلعين وزاوية SAS. والآن تستطيع استخدام نفس المنطق، نستطيع استخدام نفس المنطق لنقول أن كل هذه الأزواج من المثلثات نوعا ما تشترك بهذا، إن هاتان لهما زاويتين 90 درجة متجاورتين، فسوف يتطابقان المثلث. نستطيع باستخدام نفس المنطق أن نرى أن المثلث EDG، المثلث EDG سوف يكون مطابق للمثلث CDG، المثلث CDG نفس الشيء تماما، ضلع وزاوية، ولدينا ضلع هنا، بالتالي نستطيع استخدام نفس المنطق لهذا المثلث هنا، المثلث C، هذه تبدو مثل A، المثلث CBG متطابق
متطابق مع المثلث ABG، هذا بحد ذاته مثير للاهتمام، لكننا نعلم أنه إذا كان المثلثان متطابقان فكل أضلاعهما وزواياهما المتقابلة سوف تكون متطابقة. إذن كمثال، إذا علمنا أن قياس هذه الزاوية الزرقاء فالزاوية المقابلة في المثلث سوف يكون لها نفس القياس، سوف أعملها فقط نفس الزاوية الزرقاء، ونعلم أنه إذا كانت هذه الزاوية هنا أرجوانية فالزاوية المقابلة في المثلث AFG سوف يكون لها نفس القياس، وأنا سوف أحددها باللون الأرجواني مرة أخرى. والآن نعلم أيضا من خصائص الزوايا المتقابلة بالرأس أنه مهما كان قياس الزاوية AFG فالزاوية DGC سيكون لها نفس القياس، ذلك لأنهما متقابلتان بالرأس. لكننا نعلم مهما كان قياس هذه الزاوية هذا المثلث CDG متطابق مع المثلث EDG، بالتالي الزوايا المتقابلة يجب أن تكون متطابقة، فهذه الزاوية قياسها أرجواني، بالتالي هذه الزاوية يجب أن يكون قياسها أرجواني. ومرة أخرى تستطيع أن ترى الزوايا المتقابلة بالرأس أن هذه أرجواني فهذه أيضا لها نفس القياس، وإذا كان لهذه قياس معين فهذه أيضا سيكون لها نفس القياس. بالتالي باستخدام القليل من منطق تطابق المثلثات فالزوايا المتقابلة سوف تكون متطابقة والزوايا المتقابلة بالرأس أيضا. نستطيع أن نرى أن كل الزوايا الداخلية هنا سوف يكون لها نفس القياس، هم كلهم كذلك، وأنا استخدمت هذا القوس الأرجواني هنا للتوضيح. الآن كل هذه المثلثات إذا قسمنا هذا المثلث إلى اثنين فكلهم لديهم زاوية 90 درجة ولهم أيضا قوس أرجواني، لذلك كل ما ترك سوف يكون 180 ناقص 90 ناقص الأرجواني، أو في الحقيقة هي 90 ناقص الزاوية الأرجوانية هنا، وهذا ما ستكون عليه هذه الزاوية الزرقاء، فهذه الزاوية الزرقاء هي بالضرورة 90 ناقص الزاوية الأرجوانية، الزاوية الزرقاء هي 90 ناقص الزاوية الأرجوانية، إذن الزاوية الزرقاء يجب أن تكون الزاوية الثالثة لكل هؤلاء. إذن مرة أخرى، هذه الزاوية الزرقاء هي 90 ناقص الزاوية الأرجوانية أو 180 ناقص الزاوية الأرجوانية ناقص 90، بالتالي هذه ستكون الزاوية الزرقاء. ما نريد أن نقوله هو أنه إذا كنت تعرف زاويتين من مثلث يلتصق بالمثلث الآخر فماذا ستكون الزاوية الأخرى؟ نحن نعلم أن 6 من الزوايا لديهم زاويتين مشتركتين، الزاوية 90 درجة والزاوية الأرجوانية، فالزاوية الثالثة يجب أن تكون نفسها للكل، ونحن نحدد ذلك بهذه الزاوية الزرقاء هنا. والآن إذا أردنا أن ننظر إلى الزاوية، أن ننظر إلى الزاوية EAC، EAC إذن الزاوية EAC نلاحظ أنها تساوي هاتين الزاويتين بالأزرق، وهذه متطابقة مع ACE، ACE وهي تساوي اثنتان من الزوايا بالأزرق، وهي متطابقة مع الزاوية CEA، الزاوية CEA وهي مرة أخرى تساوي اثنتان من الزوايا بالأزرق، بالتالي لدينا مثلث هنا حيث كل الزوايا الثلاثة في هذا المثلث متطابقة، فهو إذن مثلث متساوي الأضلاع. فهذه 60 درجة، لقد أثبتنا في السابق أنه إذا كانت كل الزوايا الثلاثة متساوية فإن الأضلاع الثلاثة سوف يكون لها نفس الطول.